اهلا وسهلا. وشفتي جانا دكتور صبيه كمان يعني. طبعا هذا بيدل على انه هن عندهم الحس انه يشوفوا اكثر من رجال. طبعا اهلا وسهلا فيك دكتور مريم. كنت عم خبرهم عن مسرح الجريمه وهذا العالم. طبعا انا معرفتي كثير قليله بهذا الموضوع، فحابين تخبرينا اكثر عن مسرح الجريمه وشو يمكن اول خطوه انت كشخص تلقى جريمه صارت، شو اول خطوه ممكن تعمليها؟ نعم، اول شيء لما نضبط مسرح الجريمه يتلقى البلاغ، فور وصوله لمسرح الجريمه لازم اول شيء يفضي المكان من الناس العامه، الناس المتجمهرة حوالين الحادث، ويحافظ على أمانتهم السيفتي مالهم. طبعا ينقل الشهود إلى مكان آمن ومنفصل عن بعضهم البعض. بعدها عاد تبتدي خطوات اللي هي كيف يهندس مسرح الجريمة، كيف يقسم مسرح الجريمة، كيف يهيئ المسرح أنه يستدعي فيه المختصين لمكان الحادث. هندسة مسرح الجريمة شو يعني؟ هندسة مسرح الجريمة، هندسة مسرح الجريمة يعني ضابط مسرح الجريمة يقوم بتطويق مكان الحادث من وإلى. هل يقوم بتطويق الجثة فقط إذا كانت جثة مقتول، أو يطوقها إذا كانت في بيت، هل يطوق البيت ولا يطوق المساحة الأكبر مثلا، خلينا نقول الحديقة أو بيتين ثلاثة. نعم، لأنه إحنا نستخدم هذه المساحة. طبعا المختصين يشوفون إطارات السيارات، يشوفون طبع آثار الحذاء، فهذه ما تنترك. فلهذا السبب من واجبه أنه يفصل العامة حتى ما الآثار تروح تختلط مع آثار المدنيين أو الأبرياء. جميل. شوفكم بالأفلام بتحطوا هيك 1 2 3، هذا ترقيم الأدلة. هذا يجي الخطوة اللي بعدها، أنه إحنا كيف رقم الأدلة حتى نحافظ عليها للتصوير. طيب أنا دائما بسأل نفسي بسؤال بأفلام الأكشن والإثارة، أحيانا مع جمع الأدلة مثلا في نقاط دم بمسرح الجريمة، ما مدى اعتمادكم على نقاط الدم بفحص الدي ان ايه على وقوع الحادثة؟ يعني ممكن، هل ممكن اني اكون انسان مريت وكنت مجروح ونزل قطرة الدم، ممكن ما اتورط، واذا اعتمدت عليها ممكن اتورط بالجريمة. مدى اعتمادكم انتم على هذه الأدلة؟ أول شيء إحنا نستبعد آثار أقدام وبصمات وشعر وجروح أفراد الشرطة والإسعاف وأي شخص كان في مسرح الجريمة من المختصين. طبعا من بعدها، من بعد ترقيم الأدلة، أول شيء في داخل مسرح الجريمة بالأخص للدم أنت تعرف تسوي تيست اختبار حتى تميز فيه هل هذا دم بشري أو دم حيواني في البداية. طبعا من شكل الدم أنت راح تعرف نوعية السلاح المستخدم في مسرح الجريمة، سرعة السلاح المستخدم، اتجاه الطلق الناري، زاوية الطلق الناري، هل هو جاي من الدور الأول أو الثاني، هل هو جاي من الأمام أم من الخلف، هل كان آلة حادة أم آلة صنع أو سكين، لأنه أو طبعا رصاص طلق ناري. كل شكل من هذه الأشكال، كل سلاح يستخدم في مسرح الجريمة إلى سرعة معينة لخروج الدم. فالمختص لما يجي الخبير لمسرح الجريمة يسوي حسابات على هذه زاوية الدم، يقدر يخبرك النوع المستخدم كذا، السرعة المستخدمة كذا، الوقت اللي كان فيه كذا من الدم نفسه. طبعا أدائي مثلا إذا بينوفر كتير يكون مثلا الرصاصة، إذا سكين إذا طبعا بينزل كل شوي ما زاد انتشار الدم وصغر حجم الدم القطرات، معناها هذا أقوى شيء، معناها هذا طلق ناري. إذا كان شوية أخف الانتشار وطول قطرة الدم طويلة، فهذا قد يكون سعال أو يكون وريد مع ضربات. نعم، في ناس تسعل دم. أوكي. فممكن يتبلى على أحد يقول فلان ذبحني قص إيدي، وهو أصلا ما عنده شيء. فمن ضربات القلب راح يبين ضربات الدم على الجدار. طيب في شيء اسمه النظرية العكسية. نعم. بمسرح الجريمة. نعم. خبريني أكثر عن هذا الموضوع، شو هو النظرية العكسية؟ أن ضابط مسرح الجريمة لما يدخل مسرح الجريمة ما يمشي من المدخل الرئيسي، ما يدخل من الباب الأمامي، يدخل من الباب الخلفي، ما يمسك مقبض الباب، المقبض المسكة العادية لأي شخص ممكن يفتحها، لا ممكن يفتحها بطريقة ثانية، قد يضطر أنه يكسر باب
كان مغلق أو يضطر أنه يكسر يفجر جدار عشان يدخل أو يكسر شباك عشان يدخل عشان بصماته ما تختلط. هذا شيء أهمية فرز الأدلة في مسرح الجريمة، الأدلة دم تفرزوها شيء تكون؟ الأدلة لازم تفرز وفقاً للترتيب أو في دول أخرى ما تعتمد على الترتيب. طبعاً أنا أتكلم عنها هي طرق الكرايم سين انفستيجيشن اللي يستخدموها الـ FBI اللي أنا قاعدة أمشي لك عليها. ففي دول معينة تمشي لك في الترتيب للأدلة وفي دول لا، بغض النظر ممكن أنت تبتدي من المدخل أنا أبتدي من وراء، فأنت تبتدي برقم 12 أنا أبتدي برقم 1، فمو شرط أنه إحنا نبتدي بالتسلسل، ولكن لازم إحنا نفرز الأدلة. مثلا الجريمة كانت في مطبخ، كانت الجريمة باستخدام سكين أو آلة حادة. طيب في أكثر شيء في المطبخ ممكن أنا يسبب لي القتل، قد يكون تسمم بالغاز، قد يكون في آلة حادة، قد يكون في كدمات أو غيره، فلازم أنا أفرزن وأفصل. قد يكون هذه السكين مش من بيت المقتول، قد يكون المجرم هو جايبها معالي مسرح الجريمة. فهذه طبعا يعني مهمة جدا حتى أنا وين يعني أقول أنه هذه تابعة لمنه. نعم. إذا كيف توصلون للمجرم هو نفسه؟ مثلا المجرم شرد معه ما له أي دليل تمسكون عليه، بس نعم. عندكم بصماته مثلا، ما في شيء اسمه ما في دليل، البصمة أكبر دليل ترجعون للشخص نفسه من البصمة طبعا، بس جلوفز مثلا أو شيء، ما هو حتى ولو مغطي جسمه كامل. الإنسان لما يمشي في شيء اسمه شيدينج سيلز، هو يمشي وفي خلايا ميتة تطيح منه، هذه خلايا أنت ما تشوفها في العين المجردة، لكن خبير مسرح الجريمة يقدر يأخذها. في عندك كانت قصة لقضية استمرت سنوات في أمريكا يحاولون يكتشفوها، إن شخص مجرم يدخل مسرح الجريمة ما يترك ولا دليل أبدا، اكتشفوه من شعر وانت بكرامة الكلب اللي كان معه، هذا الكلب هو اللي وصلهم إلى نوعية الكلب، منو مالك الكلب، منو أيضا الشخص المجرم. أي دليل يترك في مسرح الجريمة سواء من البصمة، أقدر أخذ DNA من البصمة، في بروتين معين يطلع من البصمة عشان يخلي الأثر يطبع، لأنه الإيد حتى تعطيك البصمة لازم يكون فيها عرق وفي خلايا في غدد تفرز العرق، حتى بالأخص يكون استرس في اللحظة بعد. نعم، ما يكون هو أصلا قاعد يفكر هو ترك أثر ولا ما ترك أثر. طيب كيف دخل لمسرح الجريمة؟ هو ما راح يجيك إنزال من الطيارة، هو راح يجيك دخول عادي أو في مركبة أو كان في سيكل أو يمشي. أيضا هذه أنت تقدر الخبير الجنائي يقدر يعرف من آثار عجلات السيارات، هل كانت متوقفة، هل كانت تمشي، اتجاهها، دوران المركبة، يقدر يحدد لي في طبعا معادلات معينة على مسرح الجريمة نفسه أنا أحسب فيها قطر العجلات وطولها وعرضها وأيضا المركبة، وأيضا لآثار طبعة الحذاء أنا أقدر أعرف طوله من طبعة الحذاء، وزنه من طبعة الحذاء، هل هو كان ذكر أم أنثى من طبعة الحذاء، هل كان يمشي سريع أو يمشي بطيء، هل كان شايل وزن متركز على جهة معينة، هل رجلة فيها إعاقة في المشي أو ما فيها إعاقة. جميل، هذه الأدلة موجودة. نعم. ممكن أنتوا تلاحظوها. طيب لنفترض أن إنسان دخل مسرح الجريمة، سوى جريمة قتل وأحرق المكان بكامله. نعم. كيف راح نلاقي؟ أكيد مشى بعد الحريقة هو. وطبعا مشى بعد الحريقة. ما تخبروها عم تعرضوا عليها جرائم، عم تفضحوا أسرار كونان ستوري. خلينا نكمل دور كونان شوي. طبعا هنا يجي دور المختصين، هنا يجي دور انه هذا الضابط راح يكلم منه اولا، راح يكلم الاسعاف حتى نتاكد ان هل هذا المقتول عايش او بعده، يكلم خبراء الحريق ويكلم خبراء الكيمياويات، هل هذا محروق لفعل فاعل، هل هذا مات واحترق ولا احترق ومات. طبعا الجسم هذا دخلنا في موضوع الطب الشرعي، جسم الإنسان لما أنت تحرقه حيكون كأنما بلاستيك وحركته، ما راح يدخل إلى الأجهزة الداخلية، مثلا الرئة، مثلا الرئة ما راح يكون في انهيليشن تنفس للدايوكسيد، الكربون دايوكسيد اللي هو الغاز اللي يسبب التسمم أو القتل أو كربون مونوكسيد. طبعا لو كان
عايش وبعدين قتل لسبب الحرارة والاختناق، فراح يبين أن لما نفتح مجرى القصبات الهوائية والرئة راح نلقاها كلها لونها أسود وعليها دوت حمراء أو دوت سوداء على حسب الغاز يعني المتسمم. نعم طبعا الجروح والكدمات هذه كلها تبين. فإذا كانت بعد الوفاة لو أنت ضربتني ما راح تعطي أثر، الجسم ما راح يسوي تخثر للدم أو ورم، ما راح يكون متفاعل معك، فراح يبين حتى لو أنت قطعت رأسه وبعدين حركته راح يبين من أثر السكين أنه هل هذا قبل الوفاة أو بعد الوفاة. نعم. طيب في شو؟ في 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 شو اسمه الحشرات الجنائية؟ نعم. نفسك أنت حسن عنا فكرة. طب تفضل سأل شو الحشرات الجنائية؟ الحشرات الجنائية طبعاً عادةً الجثة لما تموت إذا كانت في مكان مغلق في مركبة أو بيت أو بناية أو في شارع أو مزرعة أو في أي مكان بعد وقت معين يبدأ الجسم يتحلل، فيبدي تبتدي ريحة تطلع من الجسم تجذب لي الحشرات. الحشرات هذا تجي من آلاف الكيلومترات. دبين أزرق مثلا بالضبط زين دود. في أنواع، هو الذبان لما يتكاثر بدايته تكون دود. هنا الخبير مال الخبير الحشرات الجنائية لما يجي مسرح الجريمة من وقت تكاثر هذه الحشرة على مسرح الجريمة هو يقول لك والله صار له 4 أيام متوفي. ليش؟ لأنه إحنا نعرف الحشرة تجي لمسرح الجريمة بعد ما الجثة تموت طبعاً بعد 12 إلى 24 ساعة. طبعاً هذه الوقت قابل للزيادة والنقصان. مثلا اذا كان متعاطى كوكايين راح تجي بسرعه، راح تتكاثر بسرعه. نعم. فهنا انا عندي خلينا نقول عوامل تسرع لي من تكاثر الحشره. فلو انا اجي بس اشوفه واقول والله صار له 12 ساعه او صار له 4 أيام او 3 أيام بدون ما اسوي فحص للدم مال هذا الشخص المتوفي او اثاره، انا راح اعطي نتيجه خطا، لانه انا لازم اعرف اذا كان متعاطي في نوعيات من التعاطي تسرع الدود في وقت معين، لان الدود راح يمتص الدم راح ياكل اللحم. فهو ايضا الدرج اللي كان ماخذه راح يكون في معده هذه الحشره. ايضا الحشره هذه لما انا اجي واحللها نشرح الحشره، نشرح الحشره طبعا اول شيء احنا نراقب حياتها، هل هي في المرحله الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه او الخامسه، بعدين تصير ادلت يجي اكبر منها ياكل الادلت وهو يتكاثر. ففي نوع معين لما اجي اشوفه اقول لا دام هذا اكل الادلت الكبيره انه خلص هذا طاف عليها 6 أيام. طبعا هذه الحشره تقودني الى هويه المتوفي، خلي نقول مقطوع رأسه وأنا بس عندي جسد أو بقايا من الأشلاء. من الدم اللي موجود في معدتها أنا أقدر أعرف هل هذه الحشرة متغذية على دمين فئتين، مثلا أنت أي أنا أو، أوكي هل هي في دمها أي أو، هل في دمها كوكايين، هل هروين، هل كريستال. وايضا طبعا مثل ما قلت لك تحدد لي وقت الوفاه، وهذا جدا احتمالات كثير كبيره. وما شاء الله عليك يعني اللي بيدرس هذا المجال يكون خبير بالعلوم بالفيزياء وبكون طبيب تقريبا الحشرات والحشرات. شكرا كثير لك مريم، كثير استمتعنا اذا انتبهتي كلنا كنا كثير مندمجين معك. شكرا لك وشكرا لهالحوار الحلو. نحن للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، اكيد رح نجدد لقائنا بيوم جديد اكيد ان شاء الله. شكرا نلتقي. شكرا لكم. شكرا.